رح نتابع محطاتنا بعد لحظات، بتكون معنا روى على ساحة السلامة، خليكن معنا. روى صباح الخير. صباح الخير غيدا، وصباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. ان شاء الله بدايه اسبوع حلوه، وبدي عايد الجميع فصح مجيد وينعاد عليكم يا رب، وينعاد عليك كمان يا رب. اكيد هالاعياد المجيد الحلوه كثير، اللي دائما هيك بنقول ما في احلى منهم، بيقطعوا قليل بخلال السنه، هن اربع كبار، استغلوهم كلهم عن جد لهالاعياد، لانه هن احلى فترات لحتى تنجمع العيله، وهذا هي الاساس لحتى تقدر تبني مجتمع افضل. اليوم عندنا اسئله. هو نهار الاثنين كله اسئله واتصالات، إيه بقى كل اللي حابين يتصلوا فينا اكيد اهلا وسهلا. بس رح نبدا باول سؤال عم بيسال حدا. انا عمري 45 سنه ما كنت شخر، بس لي شهرين عم شخر تشخير قوي. شو الحل؟ هيك هيك ما لانه ما حاطت شو السؤال، بس بتصور شو الحل. شو الحل؟ اكيد هلا ما بنعرف اذا رجل او امراه، بس اللي بدنا نقوله انه الرجال اجمالا عندهم استعداد اكثر للشخير من النساء، بس ما بيمنع انه النساء كمان يصير عندهم هالمشكله. في عوامل عديده هون بدنا نشوف، نجرب نعمل ترول اوت، يعني نتكس شو الامور اللي ما بتنطبق ونشوف اياها الامور بتنطبق، وعلى اساسها نبلش نعمل تغيير. اول شيء الوزن الزائد، اذا عندنا وزن زائد او سمنه هيدي بتزيد من الاستعداد او من احتمال الشخير. هيدول الاشخاص اللي عندهم هالمشكله. اذا عندنا مشاكل بالجيوب الانفيه او تورم بالانسجه بمنطقه الجيوب الانفيه كمان بتزيد من حاله الشخير. مرات بيكون في نوع من البوليبس او فينا نقول التدرنات الحميده اللي موجوده بالانف وبمجرى التنفس اللي هي بتسبب الشخير. الاشخاص اللي عندهم حساسيه كمان وفي نوع من البلوك او بنحس انه المجاري التنفسيه او ممرات الهواء كمان فيها مسكره شوي والانسجه شوي متورمه نتيجه الحساسية، هيدي بتزيد من الشخير. فإذا في عوامل كتيرة بتلعب دور، الأشخاص اللي بيدخنوا عندهم استعداد أكتر للشخير. فإذا بدك تشوف أو بدك تشوفي شو العوامل اللي ذكرتهم، لأنه ما لهم علاقة إذا سيدة ولا رجل. وبينت كمان يعني إذا بنشوف حسب الباترن أو كيف النمط بيمشي مع تقدم العمر، الاستعداد للشخير أو حدوث الشخير بيصير أكتر، لأنه العضلات وبصير فيها نوع من الارتخاء وبصير في حالات الشخير. مرات بيكون الحل كتير بسيط، انه نغير وضعية النوم، بدل النوم على الظهر ننام على جنبنا. مرات نعلي المخدة شوي، يكون الرأس شوي اعلى بتساعد. مرات بيكون في انحراف بالفاصل اللي بالانف، الحاجب الانفي او الحاجز الانفي بيكون في نوع من الانحراف فيه، بيكون تجليسه ومعالجته يعني اكيد بعمليه جراحيه بتساعد انه تحل المشكله. فاذا في عوامل كثيره بتلعب دور. السؤال الثاني، انا عامله فحص غده في شويه خلال بس ما بيخوف، بس بنزعج من اي شيء بشد على رقبتي خاصه القبه الضيقه، هذا شو بدل؟ اوكي، الغده الدرقيه يعني كثير شغلة دقيقة، لأنه فينا نقول بطريقة هيك إذا بدنا نحطها باختصار هي ميزان الجسم. فإذا كان في إفراط بإفرازات الغدة الدرقية كل ميزان الجسم بيتلخبط، وإذا كان في كسل بالغدة الدرقية كمان كل ميزان الجسم بيتلخبط. هلأ عم بتقولي في لخبطة بسيطة ومنا ما بتخوف، شوية خلل صح؟ أكيد ما بتخوف طالما عم عرفتي إنه في أي خلل بالإفرازات وعم تتعالج، ما في خوف، وبيتم تنظيم إفرازات الغدة الدرقية. هلأ يمكن الانزعاج انه مرات لما بيصير في بتكبر شوي الغدة الدرقية بتبين، يعني منشوفها كهيك كأنه طابة صغيرة موجودة بالعنق، فممكن. ومرات الأشخاص اللي بيصير عندهم اضطراب بالغدة الدرقية بحسوا شوي بشد برقبتهم وهالانتفاخ هيدا بالغدة، أو بيضيقهم شيء إذا ضيق عليها، فهيدي بنتيجة يمكن إذا في شوي انتفاخ بالغدة. على كل إنه كمان يمكن التدخين كمان كتير ما هيك بيأثر على الغدة الدرقية. هلأ التدخين
بيأثر على كل شيء، على كل شيء، وخصوصا اذا عندنا اضطراب بالافرازات يعني بيزيد من الوضعيه او من الوضع سوء. كمان ما تنسي انه اذا في لخبطه بافرازات الغده يمكن هيدا الشعور نتيجه هاللخبطه بافرازات الغده. فمن هيك كثير منيح انك عم بتتابعي وعم بيكون في علاج ويكون في فحص روتيني لتشوفي اذا هل صار في تنظيم لافرازات الغده الدرقيه. اوكي، ثالث سؤال بدي اعرف اذا في فحص لتساقط الشعر. اوكي، في فحص اللي هو اجمالا شو هن مسببات تساقط الشعر، اذا بدي بلش عدهم تخلص الحلقه وما بنلحق نقولهم كلهم لبكره بنكفي. في كثير اسباب لكن رح يعني استعرض الابرز منها. اول شيء الستريس او اي تروما او صدمه معينه بنمرق فيها بحياتنا، حالات مشاكل عائليه، طلاق، وفاه، وضع نحن صعب عم نمرق فيه بالعائله، ممكن ستريس ياثر ويسبب تساقط الشعر، بس هيدا بيكون مرحله بيرجع بعد ما نقطع هالمرحلة بينمى الشعر بصورة طبيعية. حالات الحمل بيصير في تساقط الشعر بعد الولادة نتيجة هالتغيرات الهرمونية والتغيرات بالجسم. المرأة بمرحلة البري مينوبوز، مرحلة ما قبل المينوبوز وانقطاع الدورة الشهرية، وخلال مرحلة المينوبوز كمان التغيرات الهرمونية بتسبب تساقط الشعر أو بخف. إذا عندنا نقص بالحديد بيسبب تساقط الشعر، فإذا في كتير إذا عندنا خلل بإفرازات الغدة الدرقية بتسبب تساقط شعر، فإذا في كتير حالات ممكن تكون هي السبب لتساقط الشعر. شو الأبسط فحص فيه يقول عنه مباشر؟ فحص الدم. ينعمل فحص دم لنشوف إذا عنا نقص بالحديد، إذا عنا أي خلل بالهرمونات النسائية، إفرازات هرمونات نسائية أو حتى هرمونات ذكورية في خلل بهالإفرازات، إذا في مشاكل بالغدة الدرقية، إذا في أي نقص بفيتامينات معينة، كمان نقص بفيتامينات معينة مثل فيتامين بي بسبب تساقط الشعر. فإذا فحص الدم الشامل ببين لنا إذا في أي مشاكل معينة. مرات السيدات اللي عندهم الأكياس على المبيض كمان بيصير عندهم تساقط شعر، فحص الدم من الفحوصات اللي بتنعمل للكشف على هالموضوع، والفحص السريري العيادي عند الطبيب النسائي كمان بيساعد للكشف على هالموضوع. فإذا الأسباب عديدة، أبسط أو أول فحص مباشر بقول عنه فحص الدم. فحص الدم هو لا يغطي كل هالأمور، يعني مثل ما قلتي كمان الفحص النسائي يعني عن طبيب الطبيب النسائي هيدا كثير كثير بيأثر. سؤال هون كمان، عندي مشكلة بعد الجماع أشعر بحرقة وبينزل دم. أوكي. شو السبب؟ شو السبب؟ هلا السبب كمان في أسباب عديدة، لأنه المشكلة إنه بيصير نوع من فينا نقول يا إما يكون التهاب، هالالتهاب سببه بكتيريا أو فطريات معينة أو فيروسز معينة، وهالالتهاب هيدا بيسبب الحريق بعد العلاقة الجنسية، وممكن كمان نوع من بيكون في جفاف بقناة المهبل أو بهالمنطقة كلها، فبيصير في شوي منشوف ظهور للدم. ومرات السيدة كمان لما بتقرب على مرحلة المينوبوز اللي هي ما قبل المينوبوز وخلال مرحلة المينوبوز انقطاع الدورة الشهرية، هالتغيرات الهرمونية بتسبب كمان جفاف بالمهبل، وبالتالي بيصير في هالحالة هيدي اللي انذكرت اللي هي الحريق وظهور للدم. أكيد أنا بنصحك تشوفي طبيب نسائي، ويكون أكيد في فحص لنشوف إذا في أي نوع من الالتهابات ليتم علاجها. إذا هي بس نتيجة تغيرات هرمونية فكمان في أدوية وكريمات بتنعطى لحتى يتم إعادة التوازن بهالمنطقة من الجسم. وبدي أقول لكل السيدات الدوش المهبلي غلط كتير، لأنه نحن أي عدم توازن أو خلل بنعمله بالبي إتش أو إذا فينا نقول الرقم الحمضي، بمعنى كيف معدل إفرازات حموضة إفرازات هالمنطقة من الجسم بالمهبل، أي خلل بنعمله بنساعد على أنه يصير في التهابات سواء فطريات أو غيرها. فبالتالي الصابون المعطر، كل شيء عطورات، الدوش المهبلي، هيدول نبتعد عنهم لأنه ما عندهم فايدة، بالعكس بلخبطوا هالتوازن الموجود بالإفرازات بمنطقة المهبل. كمان نحن برجع نشوفك إن شاء الله بخلال هالأسبوع ريوة كمان بحلقات جديدة من على صحة السلامة. أكيد رح نتابع بعض لحظات محطاتنا، بتكون معنا كارلا بخفيف نظيف، خليكن معنا.